كل عام وجميع السودان كله بخير ان شاء الله وفوق فوق زي ما كنا بنقول زمان الحقيقه احنا كنا في خمسينات اوائل الخمسينات استغلال السودان كنا في مصر طلبه صغار وكان معانا اخواننا الكبار الطلبه ف يعني كان بيوجهونا ويورونا ايه الاستغلال احنا مشينا اولاد صغار من الارياف السودان في 56 55 ما كان حتى المدارس الاوليه ما كانت بتكون موجوده لكن مشينا واخذونا المصريين وقبلونا في الازهر وهنا فلما جاء الاستغلال فالسودانيين كانوا متحمسين جدا رغم انهم كانوا يعني جاي من الأرياف لكن ما يحبوا حاجه غير السودان السودان يعني السودان ما فيش كلام دي المصريين كان بيقول لك وحده مصر والسودان وحدة وادي النيل وما وادي النيل لكن قدامهم ما عليش نمشي الامور دي فجاء السيد الرئيس اسماعيل الازهري عليه رحمه الله فاعلن الاستغلال من داخل البرلمان فباتفاق مع كل الاحزاب السودانيه كانوا متفقين ولو انهم كانوا اتحاديين وانا حزب الام كان مختلف لكن اتفقوا اليوم هذيك واعلنوا الاستقلال من داخل السودان فأنا احنا هناك في مصر لما اعلنوا فرحنا جدا جدا وكنا طلبه كثيرين جدا وكانوا معانا طلبه كبار ناس اخونا المرحوم الاستاذ محمد الحسن علي فضل ومصطفى سالم سعد الشاعر الاديب وتاج السر الحسن والجيل عبد الرحمن ومجموعه ويعني مجموعه من الشعراء والادباء عبد الله عبد الماجد عبد الله محمد خير ادريس جماع عائل شمو دي كلهم كانوا يعني دي اخواننا الكبار كانوا بيوجهونا يورونا ما هو الاستغلال وخلاص احنا نعيش بالحريه ثاني ما في حاجه است... السودان يكون مصر تكون مستعمره السودان او الس... او الانجليز لا يعني احنا السودان استغله فكان ما كانت في حاجه اسمها سفاره حكومه السودان كان في وكاله حكومه السودان وكيل حكومه السودان اللي هو كان قائم هناك كان السيد بابكر الديب عليه رحمه الله فقام دعا كل السودانيين يحضر رفع العلم في دار الوكاله في جاردن سيتي حتى اسمها جاردن سيتي منطقه يعني سمحة جدا ومنطقة بتاعت يعني ناس كبارات فقلنا مشينا نحن الطلبة السودانيين كلها مش الطلبة حقيقة لما نسمع الناس أي سوداني عرف أنه الليل حيعلموا يرفع علم السودان مشي علم السودان أي. والله حاجة جميلة جدا جدا نشوف السودان ده زمان كان العالم المصري والعالم الانجليزي فمشينا حضرنا كلنا وحتى مصر دي ذاتها كان حارسنا السودانيين لان جلال الحدود المصريه كلها كانوا سودانيين عساكر والهجانه كانوا سودانيين عساكر حتى هنا فكلهم جبل الاف المؤلفه حضرنا هناك وكان السيد عبد الله الفاضل المهدي في رحلة بتاعت استشفاء كان عيان هناك فجزاه الله خير السيد يعني بابكر الديب مش بلغه في المستشفى والراجل بالبرو قام جه حضر رفع العلم فآلاف المؤلفة من السودانيين ما حصلش في التاريخ جه يشوف السودان ده عنده علم بيرفعوه وخلاص فقمنا مشينا ففي السارية جو طوال جو العالم جاء نزل العالم المصري حبة 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 نزل ابتدى يرفع العالم السوداني سيد عبد الله الفاضل المهدي وسيد بابكر الديب يرفع والناس كلهم منتظرين عين العالم ده لغاية ما وصل فوق ما كان فيه بوب كان كارثة ساكت نزل والله العالم ده لما أصل آخر السارية جه ابوه كده عمل للعالم دي كده الناس كلها كوركت بصوت واحد وقاعد يبكوا والله شاهدنا السيد عبد الله الفاضل بيبكي بابي كده بيبكي يبكي بيبكي اخواننا الكبار يبكوا والناس كلها قاعد تبكي من الفرح ده يقلب ده يسلم عليه ده وده ده يسلم عليه فكانت حكايه رهيبه جدا جدا يعني احتفلنا آه كان احتفال كبير جدا جدا حضرناه هناك ومنها طوالي الندوات اخواننا الكبار عملوا لنا ادوات في الانديه ايه السودان شنو الاستغلال يعني شنو نستغل يعني شنو يعني وكنا مستعمرين مصر استعمار انجليزي مصري فعملوا لنا ادوات في الانديه ويقولون ما هو الاستغلال السودان يعني استغل يعني شنو حنتطور وحنعمل 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 فعداك المصريين ابتدوا يحترمونا كده ما كان في استفزاز ولا كان في اي شيء لانه السوداني بطبيعه حاله كان صادق وامين لا يكذب اطلاقا فكان الطلب السودانيين يعني امينين ومخلصين وفي اشعار كثيره قالت عن السودان واغاني يعني الشعراء ناس تاج السر الحسن وجيل عبد الرحمن اذكر كان يعمر يذكرون بالبلد يعني جيلي كان بيقول يعني هو كان من عبري انت عبري في الشمالي احن اليك يا عبري حنين مجاش في صدري واذكر عهدك البسام عهد التبر في عمري وساقية مرنحة تجرجرها هو الثور فيعني اول حاجه حننك للبلد رغم انه مصر بلد جميله جدا لكن احنا سوداننا ده ما كانت يعني ما فيش كلام الحين لسوداننا ده ولترابنا ولنخلنا ولزراعتنا لهنا انت ما كنت تعرف الاستغلال لكن زي كانوا في الصورة لكن جديد لبسوك أيوه نفتخر بأنه خلاص بقينا أحرار البلد بلدنا وإحنا سيادة